السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي يضعون اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة 31 المرتقبة في نواكشوط. رئيس مكتب مجلس الشيوخ المنحل يدعو إلى محاكمة الرئيس الموريتاني متهما إياه بالخيانة ويطالب بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها. ندوة بنواكشوط تبحث مكانة المجالس الجهوية ودورها في تطوير التنمية المحلية بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعيين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بنافذتنا اليومية على قمة نواكشوط المرتقبة. أهلا بكم من جديد. قرر المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي خلال اجتماعهم المنعقد في نواكشوط استعدادا لقمة الرؤساء، قرر تقليص ميزانية نفقات الاتحاد بنسبة 12%. وقد ناقش المجلس على مدى يومين محاور مختلفة شملت تمويل الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق هذا التقرير. المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي يقرر تقليص ميزانية نفقات الاتحاد بنسبة 12%، وذلك خلال اجتماعه لليوم الثاني، حيث ناقش ملف تمويل الاتحاد الذي تفوق مساهمات الدول غير الإفريقية في تمويله دوله الأعضاء. وقد اعتبر بعض المشاركين في الاجتماع قرار تقليص النفقات خطوة إيجابية باتجاه عقلنة تسيير المنظمة الإفريقية. إن الجديد في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي هو قرار الوزراء عقلنة الميزانية في جانبها الخاص بالنفقات، وذلك من خلال تقليصها بنسبة 12%. كما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي مواضيع أخرى يتعلق بعضها بالجوانب الاقتصادية والتنموية للقارة، سبيلا إلى تحقيق انتظارات شعوب المنطقة التي تعاني تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية عديدة. لقد تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة خلال قمة كيغالي، واليوم ينبغي العمل على تنفيذها، وعلى مختلف الدول أن تقتنع بأن هذه المنطقة بمثابة مشروع أخضر يتيح اقتصادا أكثر اندماجا وتبادلات بينية أكبر. ورغم مراهنة إفريقيا على المنطقة التجارية الحرة في رفع تحدي عدم الاستقلال المالي للاتحاد، إلا أن القرار المتعلق بها لا يزال يواجه رفضاً من طرف الدول الكبرى في القارة. يسابق وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة 31 المرتقب أن تحتضنها نواكشوط يومي الأول والثاني من شهر يوليو القادم، والتي ستناقش تقارير حول محاربة الفساد ومنطقة التجارة الحرة والقضية الصحراوية. محفوظ السالك، المرابطون، نواكشوط. يسعى الاتحاد الإفريقي من خلال قممه الرئاسية إلى اتخاذ قرارات في القضايا الكبرى، وفي قمة نواكشوط سيطرت ملفات الفساد والتنمية والاقتصاد على ملفات النقاش، فيما غابت أجندات الإصلاح الهيكلي للمنظمة وتكيفها مع المتغيرات التي ناقشتها قمم سابقة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. مع كل اجتماع كبير أو قمة إفريقية تتجدد إشكالية تفعيل المنظمة لتقوم بأدوارها وتحقيق أهدافها الكبرى في ظل عالم سريع التطورات والتغيرات التي لا تكاد معها أجندة هندسة المنظمة تستقر حتى يطرأ ما يدعو للتغيير باتجاه آخر. ومن أهم الإشكاليات المطروحة للاتحاد
ضعف نفاذ قراراته وتوصياته. ومن أبرز المقترحات التي قدمت لمعالجة هذا الإشكال اقتراح الرئيس الرواندي بول كاغامي حول إصلاح وتحسين أداء منظمة الاتحاد الإفريقي إبان القمة الإفريقية التي عقدت في رواندا في العام 2015، وهي أطروحة تتسم بالكثير من الابتكار والتطور والجرأة. وقد انطلقت رؤية كاغامي من فكرة أساسية هي إفريقيا تتكلم بصوت واحد، إذ رأى كاغامي ضرورة أن تخول كافة الصلاحيات لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بما يمكنه من متابعة أداء الدول الإفريقية في تنفيذ ما يتم الاتفاق بشأنه من قرارات. وانتبه كاغامي لإشكالية تناسخ الجهود على مستوى المنظمات الإفريقية وأحياناً تضاربها وتناقضها، مما يتطلب وجود آلية ملحة لتعزيز التنسيق بين مفوضي الاتحاد الإفريقي والتجمعات الإقليمية الفرعية. ومع إشكال التنسيق يأتي إشكال الإنجاز الفعلي على مستوى الأهداف الكلية الكبرى والتي تتطلب إرادة جادة لدى الاتحاد لتنظيم البيت الإفريقي من الداخل، خصوصاً فيما يتعلق بالأطر القانونية والتشريعية، مما ييسر من إنجاز الأهداف المحددة لأجندة 2063 والتي تهدف إلى دعم المحاولات الرامية إلى إدماج القارة وصولا إلى أعلى درجات التكامل والوحدة الإفريقية، كما هو الطموح المرسوم في الخطة الكلية للاتحاد. والهم الثالث الكبير للمنظمة يتمثل في إعادة هندسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بما يمكن من تفعيل دوره في تسوية الصراعات بالقارة، خصوصا أن العديد من التدخلات التي قام بها مؤخرا كانت ذات نتائج إيجابية في العديد من الأزمات الإفريقية، غير أن تطوير هذا الجهاز يبقى من الهواجس الكبرى للمنظمة. وقعت موريتانيا والاتحاد الإفريقي 11 اتفاقية تعاون شملت مجالات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى بعض البروتوكولات المتعلقة بالحقوق والعدالة. وقد وقع عن الطرف الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل الشيخ أحمد، فيما وقع عن الاتحاد الإفريقي مستشارته القانونية نميرة نجم. وجرى التوقيع بقصر المؤتمرات، حيث يرتقب أن تجرى أعمال القمة الإفريقية 31 للاتحاد الإفريقي مطلع شهر يوليو القادم. دعا رئيس مكتب مجلس الشيوخ المنحل الشيخ الحنن إلى محاكمة الرئيس الموريتاني متهما إياه بالخيانة. كما طالب الحنن خلال مؤتمر صحفي نظمه أعضاء بالمجلس المنحل بتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها من أجل إخراج البلد مما وصفها الأزمة السياسية التي قال إنه يعيشها. الحل الحقيقي أنه يعدل انتخابات سابقة لأوانها، رئاسية سابقة لأوانها، انتخابات بلدية ونيابية ما يواردة في هذا الجو وهذه الظروف. يلطي عدل انتخابات سابقة لأوانها، موريته منتهية، هو ما هو شرعي، ويخليها الموريتاني بينات رؤوسهم يختاروا الشخص اللي يراهم أنه مناسب من أجل العبور بهم إلى بر الأمان وإخراجهم من هذه الأزمة الحقيقية اللي متعددة الأوجه للأسف، لأن احنا ما قط شهدنا في تاريخنا الناس يموتوا جوعا وفقرانا ما متكلم حد، إذا ما قط خلي، قط خلي جفاف أمتن من هذا، لكن الدولة دخلت في الوقت المناسب ولا قد تخلق هذا الوضع اللي مزري ومؤسف، والغريب فيه قاعد أنه ما في حد مودي مكترث به، لا الناطق باسم الحكومة ولا الوزراء، كأنهم غير معنيين بما يحدث. بهذا الإطار نختار نأكد على تمسكنا بموقفنا اللي مبني على الدستور وعلى مقتضيات الدستور، وبناء عليه وبما أن احنا هم الغرفة الشرعية وبما أنه هو حطر جميع المؤسسات، محكمة العدل السامية للأسف ما خلاها تخلق، اللي الغرفة الأخرى ما انتخبت أعضاءها في محكمة العدل السامية اللي هي مسؤولة عنه، وبما أنه هو رئيس الجمهورية انتهك الدستور وعطل السير الطبيعي للمؤسسات، لذلك هو احنا راك نتهموه بالخيانة العظمى، بالتالي احنا نعتبروه أنه خيانة العظمى ويجب محاكمته. ناقشت ندوة نظمها مركز الصحراء للدراسات والاستشارات مكانة المجالس الجهوية ودورها في تطوير التنمية المحلية. واستعرض باحثون وأساتذة جامعيون شاركوا في الندوة التنظيم القانوني والموقع الدستوري، إضافة إلى التشكيل والصلاحيات المقررة لهذه الهيئات. نتابع.
ساسة وأكاديميون وباحثون يناقشون بنواكشوط موضوع المجالس الجهوية بين التنظيم القانوني وتطلعات تنموية في ندوة منظمة من طرف مركز الصحراء لدراسات الاستشارات. المجالس الجهوية المستحدثة بموجب تعديلات الدستورية 2017 والتي حلت محل مجلس الشيوخ الملغى ما تزال تجربتها محل دراسة ونظر وترقب من قبل الباحثين والساسة. ويقول مشاركون إن نجاحها تحول دونه عوائق وتحديات مختلفة تعيق التنمية المحلية وتشكل تقويضا لصلاحيات وعمل الجهات المحلية الأخرى تتداخل معها وتتنازع الصلاحيات ونطاق الاختصاص. ولا الدولة عندها من الإرادة لتحويل الموارد الضرورية لياك الجهات تقوم بالدور بهلي ما قد تحول للبلديات الموارد الكفيلة بأداء ولا هي ياسرة ناهيك عنها لا يتحول ضرك للجهات الموارد اللي يتمكنها من برامج تنموية. ولاني موافق على أن الجهات لا يتحد من عدم التوازن قد تخفف من عدم التوازن في داخل الجهة يقال له يتعمق عدم التوازن بين الجهات عنها أدات وصاية ونواقص وعوامل يرى مشاركون أنها قد ترافق هذه التجربة الجديدة في البلاد كما أنها قد تقود إلى إذكاء النزاعات الجهوية وتأثيراتها المختلفة التي قد تطال الفرد والمجتمع ما لم ترافقها على الأرض إجراءات ووسائل أكثر نجاعة تحقيقا للتنمية المحلية. ما قد يحل الطريقين المجهولين في الناس طريقين صحيحان إما عن طريق أعضاء المجلس غالب أغلبية بأغلبية الثلثين هذا الشيء بالعادة عادي والله عن طريق الحكومة نشوف فم خلل كبير عن طريق مجلس الوزراء المرسوم هذا هو اللي تود عدل به لديسيميسيون وعادي موجودين في جميع النصوص. وأثر موضوع المجالس الجهوية الممزقة عن التعديلات الدستورية الأخيرة عاصفة من الجدل السياسي والقانوني في موريتانيا إذ لا تزال هذه التجربة بحاجة لمزيد من الدعم لتقف على قدميها كنمط من الحكامة المحلية القادرة على تقريب الإدارة من المواطنين والحد من مركزية السلطة المستمر في التجربة الموريتانية منذ عقود وهذا لن يتعرض لإشكالية نهائية. مغاربيا أعلنت عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرتها شبه الكاملة على مدينة درنة بعد 3 سنوات من القتال والحصار. كما أعلن حفتر أنه قرر تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموازية في الشرق الليبي. التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين. أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر السيطرة شبه الكاملة لقوات عملية الكرامة في درنة آخر معقل للمناهضين لحفتر في شرق البلاد. وتمثل السيطرة على درنة خطوة هامة لحفتر في مسعاه لتعزيز نفوذه وفي صراعه مع حكومة طرابلس المعترف بها دوليا. وقال حفتر في خطاب متلفز: نعلن بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية على نفوس كل الليبيين وعودتها آمنة مطمئنة إلى أحضان الوطن. وأكد الناطق باسم قوات حفتر أن قواته اقتحمت آخر معقل لتنظيم القاعدة في وسط المدينة. وأطلقت قوات حفتر في 7 مايو هجوما لطرد تحالف واسع يضم الثوار السابقين ومقاتلين إسلاميين من مدينة درنة الساحلية البالغ عدد سكانها 150,000 نسمة وتقع على بعد 1000 كيلومتر شرق طرابلس. وكانت درنة المدينة الوحيدة في شرق ليبيا خارج سيطرة قوات المشير حفتر الذي يدعم حكومة موازية تمارس السلطة في شرق ليبيا وتتحدى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس. وأعلنت منظمة الجيش الوطني الليبي في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيطر بالكامل على الهلال النفطي رئة الاقتصاد الليبي والواقع شمال شرق البلاد بعد أيام من انتزاع قواته ميناءي راس لانوف والسدرة بعد أسبوعين من المواجهات الدامية. وأكد حفتر أن كافة المنشآت التي تحت سيطرة قواته سيتم تسليمها لمؤسسة النفط التابعة لحكومة الشرق الموازية.
وتحظى قوات حفتر بدعم جوي، ويتهمها خصومه بتلقي دعم عسكري من مصر والإمارات وفرنسا. إلى شأن الفلسطيني، حيث تظاهر آلاف الفلسطينيين ضمن فعاليات الجمعة 14 لمسيرات العودة، فيما قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار والقنابل الغازية صوب المشاركين لدى اقترابهم من السياج الحدودي. تفاصيل وأوفى نتابعها في سياق التقرير. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المتظاهرين المشاركين في فعاليات الجمعة 14 من مسيرة العودة الكبرى شرق قطاع غزة، والتي أطلقت عليها الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار باسم من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك. وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أن الاحتلال استهدف سيارات إسعاف شرق مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة 3 من طواقمها بالاختناق. وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن آلاف المواطنين توافدوا منذ ظهر اليوم إلى مخيمات العودة للمشاركة في فعاليات المسيرة. وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار والقنابل الغازية صوب المشاركين فور اقترابهم من السياج الحدودي، وأن الشبان الفلسطينيين شرعوا بإشعال الإطارات المطاطية لمحاولة حجب الرؤية عن قناصة الاحتلال. وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت في بيان لها سكان القطاع للمشاركة الواسعة في المسيرات، وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة سلمية المسيرات وجماهيريتها واستمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، وهي حماية حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وكسر الحصار الظالم عن غزة، ورفض صفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين. وأكدت أن المسيرات ستبدأ من صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة وفق بيان الهيئة. يذكر أن مسيرة العودة الكبرى قد بدأت في غزة نهاية الشهر مارس الماضي بمشاركة شعبية حاشدة عبر التظاهر السلمي في 5 مخيمات عودة شرق محافظة القطاع، وقد استشهد منذ انطلاق المسيرات أكثر من 140 مواطنا، وأصيب قرابة 15,000 آخرين في قمع الاحتلال للمشاركين وعمليات قصف أخرى متفرقة بقطاع غزة. يعاني المئات من المواطنين في النعمة من نقص الكمية المخصصة للمدينة من السمك المدعوم من الدولة، ويطالبون السلطات المعنية بزيادة الكمية المخصصة لمدينتهم. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. مع كل صباح تأتي هذه السيدة إلى محل بيع الأسماك لتشتري حصة غذائية لأطفالها. انتظرت في الطابور لكن الكمية نفدت قبل الوصول إليها. شوف نحن عيال نجوا الساعة الثالثة، عيال نجوا الواحدة، عيال نجوا السنتين، سمعت؟ والناس ما هي متقادة، أنت كيف ما تعرف؟ لأن الناس ما هي متقادة، خارج منها اللي يجبر ياسر، وخارج من اللي يجبر شوي، وذاك الضعيف منه ما هو مخرص ولا مسؤول عنه، ولا مسؤول، أنت لو كلم إن قال قال شي خاسر. عشرات النسوة مثلها يرابطن هنا في الحي الإداري للحصول على نصيب من السمك، يشتكين من نفاذه قبل وصول الطوابير إليهن. يجونا 6 كياس والله 5 والله، لكن اللي جينا ونين جينا ما يبدع لا قطع عنه، لا يعود 80 رقاش منه ولا 100 رقاش منه. ونبات هون تقاطع لي برجالتنا وبعلياتنا وبشاشرتنا شمل الاسر اللي والله اللي يجي من اعطاهم كيلو لا هو كيلو مولي تام، ميزان هذا البرا ولا يزي الاسره ولا يسد به للاسره، قد تتالف من 10 رواقش تتالف من 4 رواقش ويجي كيلو ابسط شيء لا جاها. كلها قاع موتها مش مزيلها قاع في الأسيام. 6 أكياس من سمك ياي بوي هي الحجم اليومي الموجه لسكان 4 من أكبر أحياء مدينة النعمة، وتقع مسؤولية التوزيع على هذه السيدة التي تعترف بأن الكمية لا تفي حاجة السكان. هون جينا 160 كيلو من الحوت اللي هو 6 أكياس، سمعك؟ استفاد ياسر من خلق مولي، والله لا يبقى ياسر من مولي ما استفاد ولا رش، سمعت؟ لكن معديه ان احنا هون في حي الاداري الحمد لله في 4 كرتيات والله 5.
السلطات الموريتانية تنفذ برنامجا لبيع الأسماك للفقراء بأسعار مخفضة لمواجهة آثار الجفاف ومساعدة الطبقات الهشة. رغم الشكاوى بشأن حجم وطريقة توزيع السمك المدعوم، إلا أن سكان الحي وغالبيتهم فقراء يعتمدون على هذه العملية وتسد جزءا من حاجتهم الغذائية في وقت تشهد فيه الولاية موجة جفاف أتت على أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية التي يعيش عليها السكان ويشكل لبنها ولحمها غالب قوتهم اليومي. محمد فالو للشيخ، قناة المرابطون، مدينة النعمة. خلف هجوم تعرض له مقر القوة المشتركة الإفريقية بمدينة سيفاري وسط جمهورية مالي مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخرين بجروح. وحسب تصريحات نقلت عن مصادر أمنية وطبية مالية، فإن الهجوم نفذه انتحاري حاول دخول معسكر تابع للقوة المشتركة، ويعتبر هذا أول هجوم تتعرض له القوة الإفريقية التي تسعى دول مجموعة الساحل الخمس إلى نشرها على الحدود لمواجهة الجماعات المسلحة. ومعنا في الاستوديو إسماعيل والشيخ سيديا، خبير في شؤون غربي إفريقيا، أهلا وسهلا بك. مرحبا. بداية، ما دلالة هذا الهجوم الذي يعتبر أول هجوم على هذه القوة الإفريقية المشتركة الوليدة؟ الهجوم على مقر قوة الساحل، قيادة المشتركة لقوة الساحل في سافاري، اللي هو أكثر من دلالة، لأن التنظيم نصرة الإسلام والمسلمين تعرض لضربات قوية خاصة في مكونه البولاري الفلاني جبهة تحرير ماسينا، واعترف الجيش المالي مؤخرا بأنه يعني قام بتصفية لأفراد مدنيين، وهذه يعني أشياء متلاحقة ربما تدل على أن هنالك كرا وفرا بين التنظيم والجيش المالي. هذه القوة، هذا المقر يعني لا يوجد به جيش، لا توجد به ذكنة، ولكن السيارة المفخخة وقت صلاة الجمعة تحمل أكثر من رسالة، خصوصا أنه بعد 3 أيام سيجتمع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي هو الداعم الرئيسي لقوة الساحل مع الرؤساء دول الساحل الخمس في نواكشوط. ربما يعني هذا الهجوم يزيد جدول الأعمال بلة. هذا ما كنت أسأل عنه، يعني الرسائل التي أراد منفذو الهجوم إيصالها إلى دول مجموعة الساحل، خصوصا أنهم بين يدي عقد قمة إفريقية في نواكشوط. دول الساحل الخمس ستجري مباحثات مبرمجة مع الرئيس الفرنسي على هامش القمة الإفريقية في نواكشوط يوم واحد ويوم اثنين في شهر يوليو 2018، ولكن البرنامج القوة المشتركة هو جزء من مكون من خطة عمل دول الساحل، لأن الجانب التنموي فيه أيضا موجود، إلا أن القوة المشتركة، القوة العسكرية المشتركة المزمع أن يصل عددها إلى 20,000 جندي، والتي اتفق الدول الخمس على أن مقرها سيكون في سفري حيث دخلت السيارة المفخخة اليوم. هذه القوة يعني متكاملة التجهيزات الآن من حيث الدعم المادي، ولكنها لم تبدأ بالفعل في محاربة الإرهاب. هنالك عمليات مشتركة في القيادة الأولى على الحدود البركينابية النيجيرية، ولكن على الجانب الموريتاني لم يجد جديد الكتائب الموريتانية الخاصة بمكافحة الإرهاب التي كانت تعمل منذ سنوات، والتي أوقفت خطف الرهائن منذ 2011 في موريتانيا، وأوقفت أي عمل إرهابي طبعا بالتزامن أو متلاحقة مع مكون مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية. هذه القوة لم تتجاوز الحدود الموريتانية، وبالتالي فالرسالة هي موجهة لمالي بالدرجة الأولى ولفرنسا بالدرجة الثانية، ولما تنوي دول الساحل إقامته أو إنشاء أو تنفيذه من هجوم ضد جماعة النصرة ومكوناتها. هل يمكن القول بأن القوى الإفريقية المشتركة محكوم عليها بالفشل حتى قبل أن تولد، نظرا لحجم التحديات التي تواجه؟ لا، بكل تأكيد القوة المشتركة لدول الساحل هي يعني نسخة مطورة من المينيسما. المينيسما 13,000 رجل، قوة قبعة الزرق في مالي لم تستطع أن تسكن أصوات البنادق في مالي، لأن معظم مكوناتها من خارج دول الطوق في مالي، ولأن دول الساحل هي أكثر قدرة على التعاطي مع
أرضها وإنسانها. وبكل تأكيد القوة يعني ضربت ضربا رمزيا، لأنه لا يوجد هنالك تكتل من الجنود ولا من الضباط، هنالك فقط مقر قيادة يعني قيد الإنشاء، ولكن الضربة كانت قوية وكانت وقت صلاة الجمعة، وأذهبت مدخل الثكنة دراج الرياح ونسفته، وربما قتلت أشخاص أكثر من ثلاثة، لأن الأمر يبقى سرا عسكريا إلى وقت لاحق. ولكن الرسالة هي سياسية وإعلامية ونفسية أكثر منها عملا حربيا. إسماعيل والشيخ سيدية خبير في شؤون غرب إفريقيا، شكرا جزيلا لك. مرحبا. احتج عدد من المواطنين الماليين ينحدرون من قومية الفلان أمام مبنى السفارة المالية في نواكشوط، احتجاجا على مقتل العشرات من الفلان بمالي خلال الأيام الأخيرة. وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد الحكومة المالية، وتعرض الفلان لعدد من عمليات القتل بعدد من المدن خصوصا بوسط البلاد. كان ذلك آخر عنصر في هذه النشرة، نعود للتذكير بأبرز ما جاء فيها. وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي يضعون اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة 31 المرتقبة في نواكشوط. رئيس مكتب مجلس الشيوخ المنحل يدعو إلى محاكمة الرئيس الموريتاني متهما إياه بالخيانة، ويطالب بتنظيم انتخابات سابقة لأوانه. ندوة بنواكشوط تبحث مكانة المجالس الجهوية ودورها في تطوير التنمية المحلية بمشاركة عدد من الباحثين والأساتذة الجامعية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.